الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. روى الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب مواقيت الصلاة قال عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه أنه دخل على المغيرة بن شعبة وقد أخر الصلاة يوما وهو بالعراق، فقال: ما هذا يا مغيرة؟ أليس قد علمت أن جبريل صلى الله عليه وسلم نزل فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال: بهذا أمرت. هذا الحديث أورده الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه، وبوب له بقوله: باب مواقيت الصلاة وفضلها. هذا كتاب جديد أو باب جديد في كتاب الإمام البخاري رحمه الله يبين فيه مواقيت الصلاة. الحديث الأول طبعا في مواقيت الصلاة، الله سبحانه وتعالى يقول: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهناك مواقيت للصلاة، لا ينبغي لأحد أن يصلي قبل هذه المواقيت أو يدع الصلاة إلى ما بعد هذه المواقيت. أبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه دخل على المغيرة ابن شعبة. المغيرة ابن شعبة كان واليا، كان والي في العراق، وأبي مسعود الأنصاري رضي الله تعالى عنه كان عالما، فذهب إلى العراق والتقى بالمغيرة وقد أخر الصلاة يوما، يعني كأنه أخر بعض الصلاة أو كذا وهو بالعراق، يعني والي العراق. فقال: ما هذا يا مغيرة؟ هذا كان يعني العلماء ينكرون على الأمراء، نعم على الولاة، يعني أخر الصلاة فأنكر عليه. قال: أليس قد علمت؟ يعني ما عرفت أنت أن الرسول عليه الصلاة والسلام هناك أمر قد حصل معه؟ أما علمت أن جبريل نزل فصلى؟ يذكره هنا، لأن ربنا سبحانه وتعالى متى فرض الصلوات الخمس؟ في رحلة الإسراء والمعراج. وكانت أين رحلة الإسراء والمعراج؟ في اختلاف بين العلماء، والراجح أنها كانت قبل الهجرة بسنة. فبعدما نزل النبي عليه الصلاة والسلام، أو بعدما عرج به بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى السماوات العلى وفرضت الصلاة، في اليوم التالي أتى جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام في وقت الظهر، فصلى بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول وقتها، أول وقت الظهر في الزوال صلى جبريل عليه السلام. قال أن جبريل نزل فصلى، يعني نزل سيدنا جبريل حتى يعلم النبي عليه الصلاة والسلام أوقات الصلاة في أي وقت. قال: أول وقت نزل جبريل عليه السلام في وقت الظهر. قال: نزل فصلى فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني اقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام. سيدنا جبريل صلى فاقتدى به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ثم صلى، يعني الصلاة بعد إجت صلاة شو؟ العصر. قال: ثم صلى فصلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني في وقت صلاة العصر. ثم صلى فصلى رسول الله، يعني في وقت صلاة المغرب. ثم صلى فصلى رسول الله، يعني في وقت صلاة العشاء. ثم صلى فصلى رسول الله، يعني في وقت صلاة الفجر. وهذا ببين أن التوقيت، ربنا سبحانه وتعالى قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فهذه المواقيت هي وحي من الله، نزل جبريل عليه السلام فصلى في أول الوقت، والنبي عليه الصلاة والسلام يقتدي به حتى يبين وقت كل صلاة. فهنا ذكر الخمس صلوات، ذكرها خمس مرات. وفي حديث آخر: ثم جاء في اليوم الثاني في آخر وقت كل صلاة
فصلى فصلى رسول الله عليه السلام فقال يا محمد، يعني ذكر للرسول عليه السلام أن الصلاة ما بين هذين، يعني الوقت أول الوقت وآخر الوقت. فعندك سيدنا جبريل عليه السلام نزل فصلى في برسول الله عليه السلام في أول يوم فبين له أول وقت الصلاة من كل صلاة، وفي اليوم الثاني أو بين له وقت آخر الصلاة. قال ثم قال بهذا أمرت، يعني هذا هو الأمر. يعني إنسان لو إجا وقت الظهر بعد في دقيقة قال والله أنا مستعجل، عندي عملية، عندي سفر، عندي كذا، عندي شغل، فإذا ما صليت إسا يمكن أخسر الصلاة، فهل يحق له أن يصلي قبل بدقيقة؟ ما بيحق له، صلاته غير مقبولة. ولو أخرها إلى بعد وقتها أثم، ليش؟ لأنه ترك شيئا النبي الله سبحانه وتعالى أمرك أن تؤديها في ذلك الوقت. فلذلك قال بهذا أمرت، فهذا أمر الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهكذا ينبغي للإنسان أن يلتزم به. طب هون في قضية أن المغيرة تأخر الصلاة، قيل كيف أخر الصلاة؟ يعني هل تركها حتى فاتت عن وقتها أم لا؟ منهم من قال أنه حصل ذلك، والأولى والأرجح أنه أخرها إلى آخر وقتها. طب ما هو الرسول عليه السلام بيّن أنه في أول وقت وآخر وقت. قال أبي مسعود أنكر عليه لأنه علم أن الأحاديث التي جاءت أن الصلاة ما بين هاتين الصلاتين، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم واظب على الصلاة في أول وقتها. فلما كان النبي عليه الصلاة والسلام عم يواظب على الصلاة في أول وقتها أنكر عليه أنه ليش عم تأخر أنت، أن الرسول عليه الصلاة والسلام يواظب عليها في أول وقتها. لذلك حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها، في حديث على أول وقتها، فهذا أفضل أفضل الأعمال. وهنا طبعا هذا الحديث يبين لنا كذلك أن الأوقات محددة بالوحي، وأن الإنسان عليه أن يلتزم بأوقات الصلاة وخاصة في أول وقتها، وأن الشرع قد حدد لك في أول وقت وآخر وقت، فلا ينبغي لك أن تترك إلى آخر الوقت أو أن تخرجها عن وقتها فتأثم، أو أن تصليها قبل وقتها فلا تصح. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.